اليوم معنا اول ظهور للبطاقه المطوره القادمه. مرحبا شباب الريبلز، معكم هيما كوك. اليوم في عنا اول صوره لبطاقه الجوبلين المطوره للموسم القادم، يلي بكره راح ننزل لكم عنها فيديو مش كامل، يعني مقطع مصور داخل المباراه كيف هاي البطاقه بتشتغل. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتلاحظوا فعلا شغلتين. الشغله الاولى، الجوبلين محتار من الدميه الموجوده قدامه. هاي الدميه من صناعه الصحراء، معروف هذا الشكل، يعني تعون السحرة ويتش كرافت. والشغلة الثالثة، ماسك سكينة، يعني بلش يوضح أن البطاقة المطورة القادمة اللافا هاوند. انتوا متعودين دائما علي أن أعطيكم تلميح، عشان هيك اليوم خطر عبالي من دون يعني أي تدخلات خارجية أن نلعب بطريقة الأساطير تشكيلة اللوك بيت. التشكيلة هاي جدا جميلة، لازم يكون لعيب عشان تلعب فيها، فراح نختبرها هسه قدامكم. اوكي لا تنسوا من اللايك من الريبلز. صحيح في شغله نسيت احكي لكم اياها، انا اعتقد اجزم يعني 90% في كثير منكم بينتظروا بهاي اللحظه التاريخيه. واخيرا من الريبلز خلصنا من سلسله النجاة في الصقيع. عارف ان الكل كان يحب هاي السلسله ومتاسفين انه انتم خلصت، ولكن بقدر احكي لكم واخيرا كمان انه هسه بامكاننا نوزع عليكم الرويال باس الالماسي. احنا سحبنا لازم لعبة البس الثانية، بس اوكي. احنا سحبنا على رويال باس، أربع رويال باس الماسي لأول أربع مقاطع. ضايل في عنا كمان إخوان أربع مقاطع. آخر مقطع كان امبارح. اليوم المساء في عنا بث مباشر لكلاش رويال، راح نرفع فيه بالبطولة العالمية. نشوف قديش المنو بلورد إكس جايب ونجيب أعلى منه، تمام؟ وهاد معاه إعصار. حلو، هو أتوقع إنه عارف إنه هو معاه إعصار بس ما عم بيلعبه، بس إنه الصراحة مغلبني هو. بهاي الفكرة في مع سكريفيارد ليبل كريفيارد. اوكي ذا لوك صراحة لانه راح ياخذ عليه دمج منيح، يا ما اعطيه اي دمج بالمرة. لعب ايس ويزرد صراحة ولا اله داعي، واول ما يخلص راح نلعب رس على الجسر، بعدين راح نلعب في مع بيبي دراجون هو وفي مع تومبستون يعني، بس ما اتوقعش في مع حق الاعصار. هذا هنا مباشرة بدي اياه يوقف، لانه طول ما هو ماشي الداجر داتش ما بتعمل الدمج اللي انا بدي اياه ينعمل عليه، لانه راح يمتص الضرر، فانا بخليه يوقف غصبا عنه عشان الداجر داتش. شايفين كيف هو في معاه ايس، في معاه بيبي دراجون. يي طنش والله ديم. اوكي اليوم المساء في عندنا رفع بالبطوله العالميه، ماشي راح يكون في عندنا سحب على اخر اربع مقاطع للنجاة في الصقيع على رويال باس الماسي. واحكوا ابراهيم عاطل، ابراهيم ما بيعطينا اسم ابراهيم. انا اوكي هي ما بيعطينا رويال باس. هاي ها تفضل، بدايه موسم اخر موسم اي شيء بدي اعمله بعطيك طبعا اكيد، يعني شكرا لدعمكم، يعني لانه هاي السلسله زي ما بتعرفوا انه هاي اعلان عندنا بالقناه، فكل ما كان عليها مشاهدات اكثر كل ما كان احسن لإلي قدامكم، بدي احكي امام المعلنين. شكرا لكم مرة بس. فاليوم المساء بالبث ان شاء الله باخر البث هنعمل سحب على اخر اربع مقاطع. اللي طريقه السحب راح تكون جدا سهله ترى، بس اكتب التعليق يكون جميل ماشي، لانه اصحابين اللعبه بقرا التعليقات يعني، فانت حط تعليق جميل. هيمو اسطوره في الديار المعموره من هالحكي يعني والكذب. بس تخلص الكذب حط اخر شيء التاج تبعك وخلي تعليق واحد ماشي، لانه انا بالسحب اصلا بفلتر التعليقات، يعني اذا واحد حط تعليقين او اكثر بروح التعليق تبعه، فما حد يعمل سبام بالتعليقات. اوكي طبعا الفكره من هاي اللوك بيت دائما تلعب رنسس على البرج على الجسر، قصدي اسف، بتاخذ ضربه او ضربتين على الاقليه، فكثير منيح صراحه. وبالمقابل بتعطي 36 اوه بلعب زي اللقبيت. اوكي ماشي، عشان تعرف التشكيله صارت مشهوره يعني مش بس انا اللي بلعب فيها. فالمهم شو راح يلعبون؟ ذا لوج اي سبيريت. اوكي في معاها هسه بربين ولا ذا لوج صح؟ ما لعب ذا لوج. اوكي دمج منيح والله. شايفين لازم بلكته، لازم عرفت انه هيك راح يعمل هو، اخذ ضربتين شايفين؟ طيب خلينا والله هاي فوق عالية، في معاه بويزن هو، حلو؟ فإذا لعب البويزن، ما بقدر اضغطه، في معاه جوبلين جانج، شوف اللعب هنا، في معاه جوبلين، والله ما بدي اعمل بريدكشن، أنا عارف، بس ما بدي اعمل بريدكشن، لأنه في معاه جوبلين بارل، فأنا خفت إنه إيش؟ بس خلينا نعد سايكل على السريع. واحد اثنين في معي سبيريت صح يلعبها، بس دقيقة هاي هنا
هسه مسكتك صح؟ مسكتها يا ايوه يا روحي. هاي هنا بعدين هاي هنا بعدين هاي هنا. دفاع قوية. طيب هسه راح اضطر شو اعمل؟ هسه تشوف شو راح اعمل. منتظرين اللعب الجهنمي؟ بوغا! مان شوفوا لي الشق هسه، يسعد اهلك. اسوأ. مسكتك. لا، مسكني هو. وضيله اله. عاد عاد زي علي بس دقيقة علي برو. نلعب هاي هنا ونسى السبيدة بعدين رح نلعب. حلو بوزن كثير غلط طبعا لعلمك يعني. يعني فكرتي من الكل اللي بساويه اصيده مش راح اهجم عليه. اوه ماي جاد. طيب ايوه انا ايوه انا اوكي اتوقع انه بامكاني اخلي ساكل اسرع من هاكا. بس دقيقة علي. يا في معنا هون سكيلتون روكت برنسس. كم ضربة؟ نايس. هيلو يا هيمو. الجي جي. هذا لعب وسخ، ابن وسخ اللعب هذا. شو بدك تسوي يعني؟ يحكم على امرك. جي جي. جبت لكم تشكيلة للبطولة العالمية تبل اكسر ليش بخري. راح نلعبها ان شاء الله اليوم المساء. انا الصراحة انا افتح امبارح لانه دائما تقول ايمو بتفتح دائما اخر يوم. ترى ما بفرقش اول يوم عن اخر يوم يعني مش عارف مين قال لكم انه لازم اخر يوم يكون ضعف قبالك. الا اذا كنت تلعب اخر يوم فاكيد قبالك ضعف. فعشان هيك راح نلعب. كنت العب امبارح بس لورد اكس كان فاتح لايف. فعشان هيك صراحة اجت البث انا. وغير كمان اللي صار برفح الله يعينهم ادعولهم يا اخوان. ان شاء الله كمان اليوم البث نحكي عنهم بالبدايه عشان الناس ما تنسى. الله متذكر انه لسه في حرب بغزه. فاجلت الموضوع انا اوكي. شو بلعب الشاب الحلو هذا؟ كانه وصلت بوم. حسيت بابا حسيت بتحبوا بهاللمة الحلوة. احكي لكم حكاية يا ريت بابا يا ريت. كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان. مرت سارة جنب الجارة شو محترمة ام حسان. شو القرف هذا؟ قالت لها يا بنتي سلمي اللي بتمري وما بتكلمي. قالت لنا يا بنتي سلمي اللي بتمري وما بتكلمي. اخذتها لكم بيضة وطلعت دغري من باب الدكان. كمل الحكاية يا ريت ماما يا ريت. نكمل الحكايه. يلا سكيلتون جوبلي سكيلتون يلا يا رب. والله الدم الدمج اللي اخذته عليه نايس. اساسا في عندنا هجمه ارض بارضيه وسماء سمائيين برو. ايوه يعني مش هالهجمه توقعت لسه اقوى من هيك. هو هي جاي على النص دقيقه بس هذيك 100. شو القرف هذا؟ بده يلعب اكسكيوشنر عشان اعطيه وحده. الو نايس يا هيما الاسطوره. كانه ما معه سبلات. والله كانه ما معه سبلات. المشكله انه في مع هوج دقيقه خلينا نفكر. والله نحاول لان الوتش يعني ما لهاش فايده كثير صراحه. اخذ على الدمج كثير مرتب صراحة.
يا محترم، ما هو ما بصير هذا الحكي. انا هذا كل ما بده يلعب بده يوصل عندي. والله هذا الحكي ما بصير يا اخوي. والله هذا الحكي ما بصير يا اخوي. مبدئيا خسر. ما خسر مرتين يعني عشان اخطاء بوصل. مش عارف ايش اللي بصير فيك قاعد. بس يلا نحن لعيب يعني بكري بطاقاته. لو مش لعيب كان ما كريت امش. جي جي اند ويل بليد. اوكي مرة بس هذا كان فيديو معنا اليوم. اتمنى انكم استفدتوا فيه. ما تنسوا اللايك تعليق جميل. انتظرونا غدا لثانية السرية بالبطاقة المطورة القادمة. بيس اوت مرة بس استنونا اليوم المساء لان هدف مباشر.